بس انا اديك سيناريو، الحرب انتهت وانتصر الجيش والشعب، لانه الجيش والشعب حينتصروا لانه اتحدوا مع بعض، ودي حقيقه اللي بيغالط فيها بيغالط الشمس تطلع من وين. اي منطقه فيها وجود للجيش الشعب امن، وعشان كده قلت الاول ما دي ما حرب الميليشيا الجنجويد ضد الجيش، دي حرب ميليشيا الجنجويد ضد الشعب السوداني وضد كيان الدوله السودانيه. عشان كده حرقوا المؤسسات، عشان كده استهدفوا المواطنين. انا في واحد قال لي اخي عجبك الحرب اللي بترت رجلك؟ قلت له انا الحرب ما بترت رجلي، اصلا الحرب ما بترت رجلي، لانه قبل كده انا في الخرطوم كنت قاعد، في الخرطوم وفي قلب الخرطوم كنت قاعد، شفت القوات بتاعت الجبهه الوطنيه بقياده محمد نور سعد سنه 76 لما دخلوا الخرطوم ما ضربوا المواطن ولا فتحوا نار في بيت. انا قاعد في الخرطوم لما قوات العدل والمساواه بقياده الشهيد خليل ابراهيم دخلت ام درمان، مشقه ام درمان طوله عرض جايه من الدبه، ولما لقوا انه مشروع ما نجح رجعوا ينسحبوا في امان الله، مشوا في سوق ليبيا اشتروا المواد الغذائيه اللي حتغطي لهم رحله العوده بقروشه، ما طلعوا من الزول ما سرقوا. في الحرب دي الجنجويد لانه لهذا الغرض الكيزان وقياده الجيش صنعت الجنجويد للتنكيل بالمدنيين، وهذا ما فعلوا، ولتسييل معالم الدوله الوطنيه وهذا ما فعلوا، محل ما يمشوا بيسيلوا الدوله. عشان كده بيحرقوا يعني المركز بتاع مركز الدراسات الصناعيه في الكدر، حاربوا ليه؟ دار وسائر، متحف، وزارات، بتحرقها ليه؟ بتخش للبيوت تغتصب وتضرب. هم شنوا حربهم ضد مؤسسة الدولة وضد الشعب، شكي نقلوا بالشعب. كيف أصب بفتز عدانة بتاعت هاون نزلت في الكلاكلة حي الصفا، لوك داك بوليس، رجل بوليس ما حاين في الشارع، الناس قاعدين في امان الله، ودي الناس جنجويد كانوا واقفين في الظل والناس شافوهم، والان قنابل الهاون والزعاب وفكوها في الاحياء. هذه اللي انا بترت رجلي. البتر رجلي هو اكشولي السلوك الغير وطني، السلوك الغير عسكري، السلوك الغير الذي لا تسلكه الجيوش اصلا، لانه لا يعرف الا التنكيل عشان كده اسسهم عشان ينكلوا بالمدنيين. لما دارفور شالوا السلاح منه مجموعه من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشباب، المجموعات الثقافيه قاعدين، نظام الانقاذ قرر يعاقب المجموعات الثقافيه، عشان كده اسس الميليشيا بتاع الجنجويد عشان ينكلوا بالمدنيين ويحرقوا. هم لا يعرفوا غير الحرق والسلب والنهب وده اللي مارسوا، ودي حرب ضد الشعب. وعشان كده قلت لأول مرة في تاريخ الجيش السوداني الجيش ينحاز للشعب،